سلسلة تبسيط العلوم Make Senses Easy، طرح لقضايا البحث العلمي والجامعة، وشرح مبسط لبعض المدلولات العلمية والتكنولوجية الدقيقة. Make Senses Easy، إعداد وتقديم الأستاذ الدكتور سعد إسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي علمي تبسيط العلوم Make Sciences Easy. هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتكلم عن موضوع آخر من مواضيع من التكنولوجيات الحديثة في الاتصالات والإعلام الآلي، وما نسميه الواقع المعزز، ما نسميه باللغة الإنجليزية Augmented Reality، وهي موجهة أساسا إلى طلبة التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات والإعلام الآلي والرقمنة وكل العاملين في هذا الميدان وكل طلبة العلم، بهدف تبسيط المفاهيم والمصطلحات التي نقرأ عنها ولا نعرف معناها الحقيقي، معناها شرحها التقني، والتي سوف تلقي الضوء إن شاء الله في هذه الحصة على مفهوم الواقع المعزز Augmented Reality، ثورة التكنولوجيا المصاحبة لها، وبالتالي التغيير المنتظر في حياتنا اليومية إن شاء الله. ظهرت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من التقنيات الحديثة والتي من المتوقع إن شاء الله أن تغير حياتنا في المستقبل القريب عندما نبدأ التعامل بها، ويمكن اعتبار تقنية الواقع الافتراضي أو ما نسميها أيضا الواقع المعزز من بين أبرز هذه الثورات الحديثة في تكنولوجيا الاتصال والإنترنت. الواقع المعزز باللغة الإنجليزية نسميه Augmented Reality، هي تكنولوجيا قائمة على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر معلومات إضافية أو تكون بمثابة موجه لنا في الحياة الحقيقية. يعني نأتي بمعلومات من الواقع الافتراضي إلى الواقع الحقيقي لكي تساعدنا على مواجهة هذا الواقع الحقيقي وعلى السير الحياة العيش فيه. وعلى النقيض من الواقع الافتراضي، هناك الواقع الافتراضي اللي هو الانترنت، اللي هو في الانترنت نسميه وسائل التواصل الاجتماعي أو الأشياء التي نعيشها في العالم الافتراضي. في الواقع المعزز هذا قلنا الواقع الافتراضي قائم على إسقاط الأجسام الحقيقية في بيئة افتراضية، ويستطيع المستخدم التعامل مع المعلومات والأجسام الافتراضية في الواقع المعزز من خلال عدة أجهزة، سواء كانت محمولة كالهاتف الذكي أو من خلال الأجهزة التي يتم مثلا ارتداؤها كما بعض النظارات الافتراضية، العدسات اللاصقة، وجميع هذه الأجهزة التي تم اختراعها مؤخرا للانتقال من الواقع الحقيقي إلى الواقع الافتراضي واستعمال الواقع الافتراضي لتحسين المعيشة في الواقع الحقيقي. هذه الأجهزة تستخدم نظام التتبع الذي يوفر دقة بالإسقاط وعرضا للمعلومة في المكان المناسب، كنظام تحديد المواقع العالمي مثلا نظام الجي بي اس. هذا النظام التموضع العالمي أو التموقع العالمي هو نتيجة للواقع المعزز Augmented Reality، يعني نستعمل واقعا افتراضيا لتحقيق للمساعدة على الواقع الحقيقي. مثلا بعض الكاميرات البوصلة كمدخلات يتم التفاعل معها من خلال بعض التطبيقات التي نستعملها. هذه التقنية، تقنية الواقع المعزز، هي التقنية التفاعلية التشاركية متزامنة، يعني الريال تايم،
في نفس الوقت. عندما نستعمل الجي بي اس فنحن نموقع أنفسنا أو نموقع مكان في الزمن الذي نعيشه في تلك اللحظة، يعني الريال تايم. وتستخدم أجهزة، طبعا باستخدام أجهزة سلكية ولا سلكية، والأقمار الصناعية أيضا، وشبكات الأنترنت الويفي، كلها تستعملها أجهزة الواقع المعزز لإضافة بيانات رقمية للواقع الحقيقي في شكل. مثلا الجي بي اس ماذا يعطينا؟ يعطينا صور، يعطينا وسائط، مقاطع فيديو، يعطينا روابط، يعطينا مواقع جغرافية معينة، يعطينا أيضا سرعة السيارة التي نسير بها، السرعة التي يسير بها الإنسان إذا كان ماشيا على الأقدام، يعطينا حالة الطقس مثلا في تلك اللحظة in real time، وذلك بأشكال متعددة الأبعاد، بعدة أبعاد. هذا المصطلح، مصطلح الواقع المعزز، يشير إلى إمكانية دمج المعلومات الافتراضية مع العالم الواقعي، هذا العالم الواقعي. فعند قيام شخص ما باستخدام تقنية الواقع المعزز، النظر في البيئة المحيطة به، ينظر في البيئة المحيطة به، ومن حوله أجسام في هذه البيئة تكون مزودة بمعلومات تسبح حولها وتتكامل مع الصورة التي ينظر إليها الشخص في تلك اللحظة. قد ساعد التطور التقني الآن كثيرا في بروز هذه التقنية وفي كثرة استعمالتها، فأصبحنا نراها في الحاسبات الشخصية، في الهواتف الجوالة، في بعض النظارات، في بعض الكاميرات، في أجهزة السيارات التي تسير باستعمال الجي بي اس أيضا، بعد أن كانت في بداية انطلاقها حكرا على معامل الأبحاث في الشركات الكبرى فقط، الآن أصبحت متاحة للجميع، للجمهور. وتتعلق وتمتد فكرة هذه فكرة الواقع المعزز augmented reality من الواقع الافتراضي أو البيئة الافتراضية، حيث يقع الواقع المعزز ما بين الحقيقة وما بين الافتراض، هو ما بينهم، يعني يستعمل الواقع الافتراضي لتعزيز الواقع الحقيقي. يرى الخبراء أنها سوف تشكل مستقبل التقنية، هذا الواقع المعزز هذا، وذلك لتوجه أغلب الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والإعلام الآلي مثل جوجل وميكروسوفت وعدة شركات أخرى إلى طرح أجهزة جديدة تدمج هذه التقنيات داخل هذه الأجهزة تستعملها. كما تعتبر هذه الواقع المعزز augmented reality من بين الطرق الثورية الآن التي تتيح لنا دمج المعلومات الافتراضية كما قلنا مع العالم الواقعي، عن طريق إضافة بعض المعلومات إلى الإدراك البصري المحدود في الواقع في الحقيقة. فعلى سبيل المثال أعطي مثال لتوضيح هذه الفكرة، يمكن مثلا توجيه كاميرا الهاتف الذي يحتوي على هذه التقنية، في هذه التقنية augmented reality، نحو أشياء تحيط بنا، نوجه كاميرا هذا الهاتف إلى أشياء تكون بجانبنا تظهر لنا معلومات تشرحها وتزيد من تفاعلنا وفهمنا لما يحيط بنا، على خلاف تقنية الواقع الافتراضي. الواقع الافتراضي شيء آخر، لقائمة على عرض الأجسام الحقيقة في بيئة افتراضية محضة، يعني الواقع المعزز ليس بيئة افتراضية محضة ولكنه بيئة حقيقية تستعمل المعلومات الموجودة في الافتراض. بالإضافة إلى الهواتف الذكية، يمكن أيضا نستعمل أجهزة مثل النظارات، العدسات اللاصقة، لرؤية بعض المعلومات والأجسام الافتراضية في الواقع يسمى واقع معزز، إذ تقوم هذه الأجهزة بالتقاط علامات وتمييزها لعرض المعلومات المرتبطة بالأجسام، أو الاستعانة بالإحداثيات الجغرافية لمكان معين اعتمادا على نظام التموقع الجغرافي للجي بي اس. نتكلم عن التطبيقات، تطبيقات الواقع المعزز. تختلف تطبيقات الواقع المعزز من مجال إلى آخر، طبعا كل مجال له تطبيقاته. مثلا في مجال التعليم، من أبرز المجالات التي سوف التعليم يعتبر من أبرز المجالات التي سوف تستفيد من هذه التقنيات. عندنا ما زالت المستفيد، لكن في دول متطورة استفادت من هذه التقنية، تقنية الواقع المعزز، وذلك بإتاحة واقع معزز للأساتذة لتقديم عروض، يعني تقديم عروض لدروسهم أكثر تفاعلية وأكثر تشويقا للتلميذ.
بالإضافة إلى العديد من المعلومات الرقمية التي تسهل عملية الشرح وتبسيط المعلومات التي يقدمها الأستاذ لتلاميذه، والاستعانة بألعاب افتراضية تعليمية لزيادة تفاعل الطالب مع المادة العلمية المقدمة من طرف الأستاذ. بعض الشركات الآن شرعت في تطوير أجهزة لدمج هذا الواقع المعزز في مجال التعليم، فعلى سبيل المثال هناك شركة ألمانية تسمى ميتايو، هذه الشركة قامت بتطوير كتب ورقية تحتوي على عناصر من الواقع المعزز، بحيث لو تم تسليط كاميرا على الكتاب هذا يظهر للطالب معلومات إضافية تقدمها هذه الكاميرا من عالم افتراضي وتقدمه له في الحقيقة وهو يقلب صفحات هذا الكتاب، ورسومات على شاشة الهاتف تشرح المادة الدراسية التي يريد أن يتعلمها التلميذ. بعض الدول والمنظمات تطمح إلى دمج هذه التقنية أيضا، تقنية الواقع المعزز، في مجال السياحة والمعالم التاريخية عن طريق استعمال الهواتف الذكية هذه والنظارات الداعمة من أجل إظهار معلومات وتوجيهات لزوار وسواح لهذه المناطق التاريخية والمتاحف. وقد تم فعلا الوصول إلى هذه التطبيقات في المتاحف العالمية. يعمل الآن الاتحاد الأوروبي الآن على مشروع كبير يهدف إلى توفير معظم تاريخ أوروبا كامل، يقومون بتسجيله باستعمال هذه التقنية. يعني عندما تريد أن تقرأ تاريخ أوروبا لا تحتاج أن تقرأ النصوص مكتوبة، ولكن سوف تستعمل النظر وتشاهد أي مرحلة من التاريخ في وكأنك تعيشه في الحقيقة، ولهذا يسموه augmented reality، يسموه الواقع المعزز، يعني تدخل إلى التاريخ وتعيش الأحداث التاريخية بكل أحداثها وبكل تفاصيلها الدقيقة في تلك الفترة. كذلك هناك تطبيق آخر للواقع المعزز في مجال الألعاب والترفيه للأطفال، ما حققته لعبة البوكيمون النجاح الباهر بفضل استعمال هذه التقنية، تقنية الواقع المعزز، استعملوها في لعبة البوكيمون واستطاعت أن تحصد ملايين التحميلات في فترة وجيزة، ملايين المشاهدات. المزايا المتعددة لهذا الواقع المعزز جعلت بعض الشركات تفكر في دمج هذه التقنية أيضا في المجال العسكري. الآن الجيوش العسكرية تمتلك بعض يعني نظارات وأجهزة، مثلا نأخذ مثال، هناك شركة أوكرانية قامت بمشروع إنجاز خوذة عسكرية يحملها الجندي على رأسه تتيح له الرؤية بزوايا أوسع، يعني يستطيع الرؤية بكل الأبعاد، رؤية في الميدان، طبعا في ميدان الحرب، ويستطيع تتبع الأهداف بدقة أكبر باستعمال نظارات يضعها الجندي. هناك أيضا أمثلة تطبيقية للواقع المعزز، مثلا محاكاة الأحداث التاريخية، تكلمنا عن المشروع الأوروبي. المناطق الجغرافية أيضا نستطيع الوصول إليها من أمكنتنا دون التنقل إليها باستعمال هذا الواقع المعزز. أيضا التجوال في الفضاء، نتجول في الفضاء من مكاننا باستعمال هذه النظارات وهذه الأجهزة. أيضا محاكاة تشريح جسم الإنسان، وهذا من أجل التدريس أو من أجل العمليات الجراحية في الطب، في الجراحة، في الأشعة. أيضا يستطيع الطبيب الوصول إلى أدق التفاصيل في جسم الإنسان التي لا يستطيع أن يراها بأجهزة التصوير الطبي العادية. محاكاة المركبات الكيميائية أيضا في المخابر، لا نحتاج إلى القيام بتجارب فعلية على مستوى المخبر، ولكن نستطيع محاكاتها باستعمال هذا الواقع المعزز. هناك تطبيق أيضا نستطيع القيام به وقد قامت به بعض الشركات، يمكن توظيفه أيضا في تدريس الفقه الإسلامي كموضوع مثلا الحج والعمرة، بحيث يمكن تجسيد المشاعر المقدسة للناس بشكل ثلاثي الأبعاد، يتخيلها الطالب ويعيش معها، ويمكن ربطها بمقاطع فيديو توضح مناسك الحج والعمرة وكأننا نعيشها حقيقة بدون الانتقال إلى الأماكن المقدسة. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا، شكرا جزيلا على حسن إصغائكم، نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم التثقيفي العلمي تبسيط العلوم. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلسلة تبسيط العلوم Make Senses Easy، طرح لقضايا البحث العلمي والجامعة وشرح مبسط لبعض المدلولات العلمية والتكنولوجية الدقيقة. Make Senses Easy، إعداد وتقديم الأستاذ الدكتور سعد إسلامي.